الأصدقاء سرية محبتي والفرح والهنا فيها شجرات كبيرة مورقة شخصيات جميلة تذكرها يعيشون في زاوية الأصدقاء سعداء أو الأزرق إني ميني ماني مو أمسك القبض بقدمه وإن صرخ اتركه مع أمي إني ميني ماني مو سامي أرجوك هل يمكنك قولي لي أي وسادة علي أن أستخدم الوسادة الزرقاء أم الحمراء الزرقاء والآن سامي أرجوك هل يمكنك شكرا الاختيار أتعبني كثيرا هل يمكنك أن تساعدني لأزيح خزانتي طبعا اعتبر الأمر منتهيا يا نهى خزانتك آسف حان وقت قيلولتي صديقاً حقيقياً لا تساعدني عندما أحتاج إليك أنت بات هكذا ستصبح وحيداً مرحباً أصدقائي هل لديكم حبل؟ نخضكم جميعاً لا أريد إلا حبلاً أرجوكم لا تتركوني هنا لوحدي أرجوكم سنرى يا سامي لماذا؟ لن تساعد مدهش في ربط شريط حذائه أجل عندما طلبت منك سوها أن تتقاسم معها البيتزا رفضت أليس كذلك؟ كنت أنانيا كانت نهى محقة أنت أناني كثيرا أنت لست صديقا وإن تبعت على هذا النحو ستخسر كل أصدقائك لن أكون أنانيا هو لا يمكن أن يكون قد اختفى هل هناك مشكلة يا سهى؟ لا أستطيع أن أجد حذائي الأبيض الذي يناسب فستاني الزهري يا لها من قبعة جميلة شكرا اسمعي إن بحثنا كلانا عن حذائك فيجب أن نجده هل قلت إنك تريد مساعدتي؟ لابد أنني أحلم إن لم يكن هنا ابحث في العلبة الثانية ثم في العلبة الموجودة تحت سريري هل أنت فعلا بحاجة إلى كل هذه الأحذية؟ يا لغبائي أنا أنتعبه الآن علي أن أرتب هذا أنا سأرتبه أنت طيب هل ساعدتني لأصلح شبكة كرة السلة؟ مع خدمة السريعة اعتبر الأمر منتهيا شكرا على الصور اللاصقة إنها تبدو رائعة على طائراتي ما من مشكلة أنا دائما في خدمة الأصدقاء تستطيعين أن تنجحي يا نهى لا شكرا يا سامي لهذا وجد الأصدقاء هيا تابعي هوب 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 أنا آسفة هيا حاولي من جديد إنه رائع فعلا يا له من تغيير كل ما كان يفكر فيه هو قيلولته التالية حسنا انتهى الأمر الآن اثنان ثلاثة خدمة سامي السريعة للمساعدة ها أنا آتٍ انتهيت من الرسم الله هيا أيها البطل سيداتي سادتي سيكبس الصاروخ تامر الطابة بيد واحدة بعد أن يؤدي قفزة رائعة إن خدمة سامي السريعة للمساعدة آتية أراكم لاحقا يا له من وقع صاروخ تامر لا يحتاج إلى المساعدة لقد سألت من خدمة سامي السريعة كان في منزلي ورتب المكان طلبت منه أن يأخذ قيلولة فرفض احذر ماذا لقد أعطاني سامي أرجوحته أرجوحته لا يمكن أن ندع الأمر يستمر نريد أن يعود سامي كسوى السابق مرحباً خدمة سامي السريعة بخدمتكم حسناً هل أساعدكم في شيء ما؟ دعنا ننام موافق صحيح أنا وقت قيلولتنا ونحن لا نفوت أبداً قيلولتنا ماذا حل بهم؟
جوحتي، هذا غريب. أتعلمون؟ لا أمانة بأخذ قيلولة صغيرة. حان الوقت. اهدوا أرجوكم، لقد حان وقت قيلولتي. هذا صديقنا القديم سامي، أهلا بعودتك. من دون تفكير. أجل سامي محق يا مها، عليك أن تكون أكثر حذرا، أحيانا لا تفكرين فيما تقولين. عليك أن تحركي لسانك 7 مرات قبل أن تقولي أي شيء مها. إذا أنتم كلكم ضدي. حسنا، في هذه الحالة لن أقول شيئا، لن أقول كلمة واحدة. ولا كلمة واحدة، لن يدوم الأمر طويلا. سوف أريكم. غاضبة؟ هاي مها، هل ترغبين بالسباحة؟ هل تظنون أنها ستتكلم بعد الآن؟ لا أدري، لكنها لم تتكلم منذ الصباح. أعرف كيف أدفعها إلى الكلام. انظري يا مها، أنا لست مستلقيا في أرجوحة اليوم. لا أريد أن أصبح مثل ذلك الصبي الذي سمعت عنه، لقد دار ودار يمينا ويسارا إلى الأمام وإلى الخلف حتى انتهى في أرجوحته، وعندما خرج منها في النهاية بدأ وجهه مثل لعبة المربعات. تا تا تا. أنا أستسلم. فطرت لي فكرة لدفعها إلى الكلام. هيا يا مها، هل علمتني كيف ألعب لعبة الرات؟ هيا أرجوك مها، أريني كيف ألعبها. هل فعلت؟ يمكنني أن أتابع هكذا طوال اليوم إن أردت. هيا يا مها. حسنا، أتعلمينني يا مها؟ أرجوك. لم تقل شيئا. إرادتها قوية، لو كنت مكانها لما بقيت صامتة أبدا. علينا أن نجد طريقة لدفعها إلى الكلام. أنا أعرف مها تكره أن يحصل شيء غير عادل، سوف تتكلم. حسنا، سنقيم مسابقة قفز على الحبل، من يريد أن يشارك فيها؟ نهى؟ سهى؟ سنكون أنا وتامر الحكمين. من يرغب بالمشاركة؟ سنبدأ مع سهى. مدهش. حسناً، والآن أنت الأخيرة يا مها. حسناً، أنت تعرف ما العمل. لقد قرر الحكمان أن الفائزة هي سهى. أرأيتم هذا؟ لم ينفع أن نكون غير عادلين. أنا أيضا أستسلم. بقي شيء واحد لم نجرب. هذا ليس عدلا، هذا ليس عدلا أبدا. كنت الأفضل وأنا أعرف ذلك. كل هذا يجعلني أتكلم. هذا ليس عدلا. ها؟ أنا أتكلم. إن هذا يشعرني بالراحة أكثر. إن صرخنا كلنا
أنها ستنجح الخطة. ليس من اللطيف أن نخيفها. لكن ماذا سنفعل؟ أنت عنيدة جدا، عنيدة جدا. واحد اثنان واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. من الآن فصاعدا سأعد حتى السبعة قبل أن أتكلم. هل سمعتم؟ إنه يتكلم. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. لقد أهنت نفسي ولم يشبني الأمر بتاتا. من يريد الحلوى؟ أنا. يريدين الحلوى لها؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. نعم. إنها بطيئة مثل السلحفات. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. أنا آسف معها. نضع سلات مهملات في أرجاء المكان. الجميع يرمون المهملات في كل مكان. لن نستمر هكذا. فكرة جيدة. سأكون أول من يستخدم واحدة. لا، حتى إنه لم يساعدنا. الأوراق منتشرة على شرفتي. لا أصدق هذا. لما كل هذه الأوراق مرمية على الأرض والسلة فارغة؟ لنجري تحقيقا. ما زال هناك الكثير من أغلفة حلوى. يبدو أن كلها تأتي من المكان نفسه. فلنلقي نظرة عليها. لم ترمى هذه منذ فترة طويلة. نحن على الطريق الصحيح. انتهى هنا. حسناً. منزل مدهش. ها. ها. وجدناك متلبسا. أنت ترمي الأوراق في كل مكان. هل لديك فكرة عما تفعله؟ هذا مقرف مدهش. لماذا على الجميع أن يحتمل وساختك هنا؟ لكنني ألا أخبرتنا؟ أنا وماذا تظن الهدف من وضع سلات المهملات؟ أنا آسف يا سامر. لم أكن أفكر ولم أقصد أن أسبب أي أذى. حسنا لا بأس. لا تقلق. لم تكن فكرة جيدة أن تقول لمدهش بأن لا يقلق. لم يكن على مدهش أن يقلق حيال الموضوع. سنقوم بالعمل كله. أنتم تعالجون المسألة بطريقة خاطئة. هذه ليست الطريقة للتعامل مع مدهش. لما تظن أنه بإمكانك أن تكون أفضل منا؟ ماذا تفعل تامر؟ هذا ليس وقت اللعب. اسمع، أعتقد أنني أعرف ما العمل. جاهزة. هاي ماذا تفعلون؟ إننا نقيم مسابقة لرمي الأوراق. هدوء على الملعب. نحن نحاول أن نركز. ثلاث نقاط. ثلاث نقاط لي. هل دورك سامر؟ هل ستفعل مثلها؟ عليك أن تتمرن كثيرا لتصبح بطلا في رمي الأوراق. هل يمكنني أن ألعب أنا أيضا؟ لكنك بحاجة إلى الكثير من الأوراق وأنت لا تملك أي منها. ونحن لا نملك ما يكفي لنعطيك منها. عليك أن تذهب وتجد بعضا منها بنفسك.
وجدت اثنتين. هنا ثلاث اربع وخمس. علمت ان خطك ستنجح. رائع. هل رأيتم هذه الرمية؟ ليست سيئة. مدهج يربح مع 37 مقابل 10 للزهرة و5 لسامر. أحسنت مدهج. كنت مارعا. سأكون بطلا عظيما في رمي الأوراق، صحيح تامر؟ وبطلا في إبقاء الزاوية الدافئة نظيفة. أنت محق، من السهل رمي الأوراق في سلة المهملات. أتعلم؟ بعد قليل سألتقط كل الأوراق الباقية. قلت أنني أعرف كيف أتعامل مع مدهج. يعيشون في زاوية الأصدقاء سعداء.